السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية إلى كل مشاهدي قناة جواد بالحاجة اليوم سوف نرى كيفية إعادة ضبط مصنع لهاتف سامسونج S6790 فايم لايت كما ترون أمامكم S6790 هذا هو سامسونج فايم لايت سوف نقوم بإعادة ضبط المصنع لمسح أي بيانات على الهاتف أو إعادة ضبط المصنع لأمر آخر أو شيء نضغط على زر رفع الصوت ثم زر الهوم ثم زر التشغيل نستمر بالضغط إلى حين شعور باهتزاز ثم نزيل على الباور ثم نستمر بالضغط على زر رفع الصوت وزر الهوم عند ظهور الرجل الاخضر للاندرويد شعار الاندرويد نترك الازرار ثم ننتقل الى الخيار ويب داتا فاكتوري بواسطه زر خفض الصوت ونؤكد بزر التشغيل نختار يس ديليت اول داتا ثم نؤكد بزر التشغيل ثم نختار ويب كاش بارتيشن ثم نؤكد بزر التشغيل ثم روبوت نو روبوت فون نو وهكذا يعيد التشغيل تلقائيا بعد ذلك سوف ننتظر الى حين ظهور الاعدادات الاوليه سوف يتأخر قليلا عند التشغيل الاولي بعد الفورمات وهكذا تمت العملية سوف نقوم بإعداد الأول للهاتف نختار أول شيء اللغة لا أعرف الكود بين أرجو أن أوفق في فتحه نعم الكود بين خاطئ سوف ازيل البطاقه سوف نعيد التشغيل نعم نختار اللغة البطارية ضعيفة يجب أن نضعه في الشاحن سأجلب الشاحن لكي تزيد الإضاءة نعم ثم نستمر التالي ثم نتجاهل الويفي ثم التالي ثم نوافق ثم التالي ثم نتجاهل لا ليس الان ثم سوف ندخل الى الاسم والكنية نتجاهلها كذلك ثم نتجاهل ثم انتهاء إنهاء العملية وسوف يكون الهاتف جاهزا للاستعمال بعد هذه اللحظه كما ترون الان الجهاز يعمل جيدا نقوم بهذه العمليه ضبط المصنع او اعاده ضبط المصنع او فورمات او هارد ريز او اي شيء نريد باي لغه نريد ان نسمي هذه العمليه هي الكثير يستعملها لمسح البيانات او عند نسيان المخطط او الكود السري للهاتف او غير ذلك لاصلاح بعض الاخطاء في الهاتف أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي في هذا الموضوع كان معكم أخوكم جود بالحاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته